أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. أقامت جمعية تجار بيروت مأدبة غداء على شرف الإعلاميين في الإشرفية في حضور وزير الإعلام رمزي جريج وحشد كبير من العاملين في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، ورحب رئيس جمعية التجار نقول شماس بالحضور معتبرا أن الإعلام هو السلطة الفاعلة في لبنان، شاكرا مواكبة الإعلاميين للنشاطات الاقتصادية رغم الصعوبات التي يعيشها لبنان. رعى وزير السياحة ميشيل فرعون والثقافة روني عريجي إطلاق مهرجانات بعلبك الدولية خلال مؤتمر صحفي عقد في باحة معبدي باخوس وجوبيتر، وذلك في حضور عدد كبير من الفعاليات. الكلمات أكدت أن الإصرار على إجراء المهرجانات في بعلبك والتي ستنطلق في 30 تموز تبعث الأمل بغد مشرق إيمانا بلبنان الحضارة والانفتاح والعيش المشترك. استضاف المجلس العام الماروني ندوة حول كتاب الأباتي بولس نعمان لبنان الموارنة إلى أين، حضرتها شخصيات سياسية ودينية وثقافية، وتخلل الندوة التي دارها الزميل أنطوان سعد عدة كلمات تناولت المعاني التي يحملها الكتاب وأبعاده في ظل الفراغ الرئاسي الذي تشهده البلاد. في قاعة بيير أبو خاطر في جامعة القديس يوسف كلية العلوم الإنسانية وفي حضور فعاليات سياسية ودينية واجتماعية، وقع هنري سفير كتابه أشنار، وكانت مداخلات في المناسبة تناولت مضمون الكتاب التاريخي ومسيرة سفير الذي رهن حياته في سبيل القضية الوطنية. تسلمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جائزة الورد ميوزك أوردز 2014 بعدما حصدت أعلى نسبة تصويت عن مجمل أغنياتها. نانسي التي كانت حصلت مرتين في السابق على هذه الجائزة شكرت معجبيها على دعمهم الكبير.